الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الآية الكريمة فيها فوائد يبين فيها ربنا تبارك وتعالى طريقا من الطرق التي تؤدي إلى الجنة، فقال: وأما من خاف مقام ربه، أي خاف القيام بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. والخوف من ذلك اليوم يكون بعمل الصالحات وترك المنكرات، ويكون بالتوحيد وباتباع السنة وترك الشرك وترك البدع. فالذي يتبع هذه الأشياء، أي كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بهما يتحقق التوحيد والسنة ويترك البدع والشرك بالله عز وجل، فإنه يكون بذلك من الذين وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف: وأما من خاف مقام ربه. هذا سبب أول لدخول جنة الله عز وجل. والجنة لا بد أن تكون مطلب كل إنسان، لأن الله عز وجل يقول: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله عز وجل عن الذين يخافون القيام بين يدي الله عز وجل، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، إلى آخر الأوصاف التي وردت في شأن الجنة من هذه السورة، سورة الرحمن. هذا فضل عظيم. وأما من خاف مقام ربه، هناك سبب آخر، قال: ونهى النفس عن الهوى. النفس لابد أن تنهى عن الهوى، لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. النفس بتأمر بالسوء، وقد توصل بصاحبها إلى أن يكون عبدا لهذه النفس، كما قال الله عز وجل: فرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الإنسان قد يصل مرحلة يكون عبد لنفسه، لأنها تأمره بالشر فيتبعها، ولا تنهاه عن المنكر، إنما تأمره بفعل المنكر وتنهاه عن فعل المعروف. فإذا اتبع هواه واتبع نفسه صار من الخاسرين والعياذ بالله. أما إذا نهى النفس، وانتبه لهذه الجملة من الآية، قال: ونهى النفس عن الهوى. النفس بتنهى إنت، ما بتنتهي براه، لأنه الله قال: ونهى النفس عن الهوى. النفس بتنهاها إنت عن الهوى، هي براها ما بتنتهي، تحتاج لمجاهدة، كما قال الله عز وجل في أواخر العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج لمجاهدة هذه النفس. وأكبر أنواع الهوى على حسب ما جاء في القرآن والسنة هو الإشراك بالله عز وجل. ده أكبر نوع من أنواع الهوى. الدليل على هذا الكلام في سورة الأنعام، قال الله تبارك وتعالى: قل أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل يعني للمشركين، قل
إني نهيت، أي نهاني الله عز وجل، بخاطب المشركين، قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. والآية دي جاءت طوالي بعد قول الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، بعدها طوالي قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم، قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إذا اتبعت أهواءكم فإني من الضالين وما أنا من المهتدين. وأهواهم هنا شنو؟ هي الشرك بالله عز وجل، هي الشرك بالله عز وجل، شرك هؤلاء المجرمين. لذلك ما من مشرك وإلا ما من مشرك إلا وهو يتصف بصفة الإجرام، لأنه دي أكبر جريمة، كما قال الله عز وجل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراء المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الشرك بالله عز وجل الذي يترأسه اليوم طائفة المتصوفة بمساندة جماعة الإخوان المسلمين وجماعة أنصار السنة، ديل برضو بيساندوهم على الشرك بالله عز وجل، لأنه بيكرمه. إنت لما تكرم زول ده فيه إعانة عليه، فيه إعانة له على فعل المنكر الذي هو يفعله أصلا، وإلا إنت كرمته عشان خاطر حالات عيونه، يعني في صوفه عنده عيون يعني تحتاج لخاطر، ما في. طيب مكرمه ليه؟ كرمته عشان دينه، عشان دينه كرمته، وإلا دينه لو ما عاجبك ما كنت كرمته أصلا. إذن ديل هم الذين يدعو الناس إلى الإشراك بالله تبارك وتعالى. لما نيجي البرعي كإمام من أئمة الضلال في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد في كتبه ويسطر الإشراك بالله تبارك وتعالى ولا يستحي من ذلك لا من الله ولا من عباد الله، سطر الكلام ده براو، كتب براو، كما قال الله عز وجل فويل للذين يكتبون الكتابة بأيديهم ليشتروا به ثمنا قليلا ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. براو بيكتبوا براو، البرعي كتب براو زي ما ذكر لك أخونا يسري، ما في ذول قال له تعال اكتب يا برعي، ولا قلنا له تعال اشرك، شرك بالله عز وجل، براه. تقرأ في الكتب بتاعت البرع الدواوين الكثيرة التي نال من أجلها الدكتوراه، دكتوراه في الشرك، دكتوراه فخرية يفتخر بالشرك بالله عز وجل، نال من أجلها الدكتوراه من جامعات كثيرة، درمان الإسلامية غيرها من الجامعات في هذه البلاد، عرفتها؟ لما نيجي في الديوان بتاعه لما يقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا وما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، والله مش يلحقك ضيم، يلحقك ويكسرك ويفرتقك ذاته طالما أنت طالما ديلهم حمايتك. قال أيلحقني ضيم، ده استفهام للتعجب يعني متعجب، يعني أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم، يعني معقول انا اعطش وانتوا بحركم فايض، هم عندهم اي بحر اصلا. فده البرعي يشرك بالله عز وجل ويدعو الشعب السوداني للاشراك بالله. قوماك نزاور، قوماك دفع لامر، قوماك نزاور للاولياء الاقطاب بتعين، هو ما بتعين ربنا عز وجل، ليهم نشاور، تشاور لهم شنو؟ ها الله لما ذكر الشورى قال شاور المؤمنين وشاورهم في الأمر، ده تشاور ده شنو انت؟ ليهم نشاور، منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر كالضاب يا ابو رعي، ما منهم ولا واحد عليم بالغيب لا باطن لا ظاهر، لأن الغيب لله تبارك وتعالى، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، ده الله تبارك وتعالى. لسه نحن دارين نوري الشعب السوداني
إنه الغيب بيعلم الله وإنه الجنة بيديه الله. لسه نحن لسه في مراحل زي دي، لسه نحن في مرحلة زي دي ورا، والله نحن ورا خالص. والله أنا دائما بمثل بقول نحن الشعب السوداني معشق خلف في لغة السواقة. يا داب دارين نفضي، تعرف لما تفضي كده تكون جبتهم في مرحلة ناس أبو لهب وأبو جهل، إنه اللي بيخلق الله واللي بيرزق الله. بعد ذاك تعشق واحد توريهم إنه تعبدوا الله براو، اللي بيخلق براو 200 200 و200 3 و200 5، ولو سايق لوري 200 تمشي لباقي التروس ديك. لسه بعيدين خالص والله العظيم، بعيدين يا أخي نحن. والله نسأل الله العافية. والمساجد للأسف الشديد مساجدنا ذاتها ما بتخليك تفضي، تخليك طوالي معشق خلف. المساجد بتاعتنا نسأل الله العافية، دخلت لي جامع أول مبارح والله في أبو آدم، جامع جديد. تعرف الأوراق اللي بقت قدامي بقت تعلق قبل بناء المسجد والله. الورق بيعلقوا قبل ما يبنوا الجامع ذاته، عرفتها؟ ولسه أنا متوقع إنه الأوراق دي تتطور أكتر من كده، قد تكون في لافتات مضيئة تجي أنت جنب الجامع برا في الشارع يكون في سهم كده خاشي لجوا في اللافتة المضيئة، توجيهات انتبه كأنه خاشي محل الجوازات. والله العظيم انتبه، توجيهات يجب أن تتبع وإلا ستعرض نفسك للمساءلة. وما في أي مساءلة، شوف ده كله وهمات بتاع الصوفية وخمسة أو يغشك. شفت الورق المعلقين هذه أمشي أجيب فيها كده غطيها قول لهم إن الحمد لله يا مولانا الورق وينه ما شايف وين الورق؟ الورق ورق الورق كويس جدا، الورق كويس يا أخوان، لكن بس البرعي ده بيدعو للشرك، ما تخليه مصر. مش لو علق ورق، لو علقوك انت ذاتك محل الورق ما تخلي الكلام، ما في ورق بيوقفك يا زول، عرفتها؟ كلها توجيهات ما انزل الله بها من سلطان. انت قال الورقه دي بيعلقوها علماء، ده الناس اللجنه يا اخي الله يديك. انت قال اللجنه دي شنو؟ صوفي قديم خلاص فكت منه، كان زمان بتاع تنباق وسجاير بيقرص النسوان، كبر خلاص الشغله فكت منه. بعد ده طبعا بيجي الجامع، انت عارف الشعب السوداني طبعا اخر مرحله له الجامع الا من رحم الله. كم المراحل الحياه كلها الصعلقه وا وا وا، اخر مرحله يجي يقعد لك خازوق انت في الجامع. اريتك كان برا في الشغل، الشغله اللي كانت ماشي اللي كان ماشي فيها صوفي اخو مسلم انصار سنه حزب تحرير، ده الكوكتيل بتاع اللجنه. يقوم يجي يقعدوا دارين طبعا يقوم طبعا الاخ المسلم طبعا هو دائما اللي بيستلم المنبر صاحب المنصه، يقوم وحفاظا على امن المسجد وامن الحله. ها تقترحوا شنو اخواننا بالنسبه للشباب اليومين ديل العاملين شوشره؟ يقوم عمك تف تنباق يا داب برا، والله تنباق ما نشف فكاه جنب الجامع وجا خاشب. انا والله شايف انه الناس دول نوقفهم من الجامع، وانت اللي بوقفك منها بليد توقف ساكت. شوف دي اللي جان ولا ما ياها دي اللي جان. يقوم انصار السنه طبعا عامل فيها ظريف، لا توقفوا الدعوه، لكن هؤلاء الشباب بالذات منو وليه بالذات ديل، عرفتها؟ طبعا ده داري يفتح مجال ليه وهو يسد عليك انت، عرفتها؟ يقوم الصوفي يقول لهم يعني والله مسائل خلافيه ما دايرينها، ما في زول يتكلم ثاني. يقوم رئيس اللجنه داري يرضي الناس كلهم، دي اللجنه التقش داري يرضيهم كلهم، يقوم يجيب ورقه يعمل بند، في كل بند ارضاء لشخصيه معينه. البند نمره واحد ده رضى فيها الصوفي، البند نمره اثنين رضى انصار السنه، البند نمره ثلاثه رضى الاخ المسلم، وفي النهايه بيمضي لك تحت. تعب ادم ده كاتب قال لا يجوز التحدث الا بعد اخذ اذن مسبق قبل 24 ساعه من اللجنه. يعني لو جبتها قبل يومين ما مقبوله، ترجع اللجنه ثاني، عرفتها؟ والله العظيم قبل اخذ اذن 24 ساعه في حاله السماح لك بالتحدث، ده البند نمره اثنين، يجب ان لا يتجاوز الحديث عن 30 دقيقه. 30 دقيقه بس، لو زدتها 31 طالب ينط بتاع اللجنه. معلش يا ولد، ممنوع. السجينة بيجا اخونا محمد عاود داري يتكلم، وقفوا قال له ممنوع. امام حالي دينو تشد ظلبطة، عرفته؟ قال له ما تو ممنوع يا اخي. قال له دار اقول الله قال والرسول قال ولا بجيب سيره زول. قال له لا ممنوع. قلنا له خلاص اسلام، احنا مارقين اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالميكروفون، يمنع التوحيد وما بيمنع البدعه، عرفته؟ جامع بهنا نسال الله العافيه. ده اقول الهوس الواقع في البلد دي،
وهذا كله من اتباع الهوى. وربنا تبارك وتعالى يقول ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله عز وجل يقول فإن لم يستجيبوا لك أي يا محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن من أسباب دخول الجنة الخوف من القيام أمام الله عز وجل يوم القيامة، ونهي هذه النفس عن الهوى، والأهواء كثيرة لكن الزمن لا يكفي للتفصيل، فأنا أكتفي بذلك وأقدم.